خرجنا 2012 من بلدة مهين تحت القصف والضرب العشوائي يعني شيء مخيف. بالنزوح واجهنا صعوبات كثيرة على هالطرقات ونمنا، وأنا ماني خرج يعني حتى تعبان خالص. وصلنا لشمال سوريا وعشنا في المخيمات، وهلق جينا لهون وانا ما بقدر اعمل عملية اشغال ساقه، ما عندي احد يرد علي الصوت. انا وهالعجوز قاعدين بالبيت، فتحنا محل البس صغير، واتمنى ان شاء الله انه يريح البال ويفرج الامور ونرجع على بلدتنا ونشوف اصدقائنا واحبابنا. انا صبحي شحود من بلدة مهين، خرجنا 2012 من بلدة مهين تحت القصف والضرب العشوائي يعني شيء مخيف. فتحنا هالدكان بالبسطة يا اخونا، شوية بسطات وشوية البسة، وجبنا شوية يا اخونا خبز نحاول نجيب به نتعيش منهن، والسبب منهن في سبيل ما نقول لأحد شحدنا يعني أو أعطينا. والإنسان له أمل بالخير كثير، نتأمل إن شاء الله من الخيرين واللي قادرين إنه يساعدونا ويرجعونا على بلادنا، واللي ما يسمع يعني قادرين إن شاء الله الله ييسر أمور الجميع. بالنزوح واجهنا صعوبات كثيرة على هالطرقات ونمنا، وأنا ماني خرج يعني حتى تعبان خالص. وصلنا لشمال سوريا وعشنا في المخيمات، وهاي المخيمات يعني بتعرف بالشتي باردة وبالصيف كمان حارة يعني رطوبة كمان. وبالنسبة إلي أنا والله مرضي زاد معي الديسك ولصق في الفقرات، يعني ما خرج إني أشتغل، يعني تقدم على وظيفة يقول أنت عمرك 70 سنة يعني ما أو عشايق ما بقبلك، برفضك إنك تشتغل مشان تعيش نفسك. أتمنى إن شاء الله أنه يريح البال ويفرج الأمور ونرجع على بلدتنا ونشوف أصدقائنا وأحبابنا. وهلق جينا لهون وأنا ما بقدر أعمل عملية أشغال ساقة، ما عندي أحد يرد علي الصوت. أنا وهالعجوز قاعدين بالبيت.